والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال. ورغدة أبو الليلة إليك. شكرا لكما سحر ناجي وإيمان منصور. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل جاهدة على توفير كافة سبل المساندة الممكنة، وكذا تدليل العقبات أمام المصدرين لزيادة حجم الصادرات المصرية، وذلك وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل في سبيل الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار. وخلال اجتماع لمتابعة مستجدات مبادرة رد الأعباء التصديرية، أضاف مدبولي أن الحكومة اهتمت منذ البداية بملف رد الأعباء التصديرية، ونفذت بالفعل برنامجا لرد مستحقات كانت متراكمة منذ عام 2012، مشددا على أهمية الاستمرار بنفس الوتيرة في الفترة القادمة نظرا لما يحققه البرنامج من فوائد للمصدرين المصريين وزيادة في حجم الصادرات. عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لبحث سبل تحفيز استثمارات المصريين بالخارج، وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة برعاية كافة شؤون المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم وتيسير السبل التي تعزز ربطهم بقضايا وطنهم وتعميق روح الانتماء لديهم، مضيفا أن الدولة حريصة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على توجيه استثماراتهم إلى وداخل مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة. وشهد الاجتماع بحث عدد من المحفزات المقترحة من جانب الدولة التي يمكن أن تسهم في تعظيم دور المصريين العاملين بالخارج في دفع الاستثمارات بمصر وفق أولوية وطنية تركز على المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة. رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا لمنظمة أوكسفام الدولية بعنوان إصلاح نظامنا الغذائي، والذي أشار إلى أن الأزمة الأوكرانية كان لها تأثير كبير وسلبي على أسعار الغذاء العالمية. أشار تقرير مركز المعلومات بمجلس الوزراء إلى أن نظام الغذاء العالمي أصبح أكثر هشاشة بسبب تغير المناخ والتحديات الاقتصادية وعدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية والصراعات الداخلية والخارجية المستمرة حول العالم وجائحة كورونا. اجتمع وزير الكهرباء محمد شاكر مع الرئيس التنفيذي لمنظمة الهيدروجين الأخضر، إحدى الشركات الرائدة في توسيع نطاق عمل مجموعة من التقنيات النظيفة لإزالة الكربون، وإحدى الجهات المؤسسة للتحالف الإفريقي للهيدروجين الذي أنشئ عام 2021، وذلك لبحث التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. ناقش اللقاء سبل دعم استراتيجية مصر للهيدروجين الأخضر وكذا المشروعات والاستثمارات في هذا المجال لخلق المزيد من الزخم العالمي لمؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه مصر للتوسع في مجالات الهيدروجين الأخضر. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة وجود نقص بسلعتي الأرز والسكر بالأسواق، وشدد المركز على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز والسكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى توافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6.5 أشهر الشهر، كما يتوافر مخزون استراتيجي من الأرز يكفي لأكثر من 3 أشهر، فيما يتراوح الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع من 3 إلى أكثر من 5 أشهر.
أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن أعمال التطوير الجارية بميناء العريش تأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية. وخلال لقائه محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أوضح جمال الدين أن تطوير ميناء العريش في إطار الأولويات لتنمية سيناء وتوفير فرص العمل لأهالي سيناء وبتكلفة 4 مليارات جنيه. من جانبه قال محافظ شمال سيناء إن ميناء العريش تم إعادة تشغيله بيناير 2021 وأعيد بعملية تطوير ضخمة وستنتهي في مراحل قريبة لخير سيناء والمنطقة الاقتصادية بشكل عام. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية وسط تداولات متوسطة. وربح رأس المال السوقي 5.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.1 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، ففتح مؤشر اي جي اكس 30 عند مستوى 9702 نقطة ليصعد بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 9827 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 عند مستوى 2241 نقطة ليغلق مرتفعا بنسبة 40% ليغلق عند مستوى 2250 نقطة. فتح مؤشر اي جي اكس 100 عند مستوى 3172 نقطة ليصعد بنسبة 51% ليغلق عند مستوى 3188 نقطة. أعلنت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة للشهر أغسطس الماضي. وبحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سوما، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام لشهر أغسطس 101,859,528 برميلا بإيرادات بلغت 9,688,903,000 دولار. نهاية الأخبار الاقتصادية.